أكرم صبيح محمد أبو رابع، عمري 15 سنة. شعور بالحرب شعور خوف، يعني شعور زي أي واحد في زي أي واحد في المنطقة، شعور خوف. اللي صار اللي في القرية، كنا يوم عيد كنا عند خوالنا، كنا فجأة صار خبط مدفعية، خبط مدفعية كان عند جيراننا، وماتوا 6 شهداء من عند جيراننا، وصار خبط هان عند جيراننا كمان، وأبوي صاب في رجله كمان، وصار الخبط هان وين ما فين ما جاء صار الخبط. فجأة بقول لي داركم قصفت. جيت أنا وجاوا الناس وأبوي كان مصاوب. بعدين صرنا نروح على المدارس وندور أخواننا. بيتنا كان طابقين، كنا ساكنين فيه أنا وأهلي 8 وستة وستة. شفت الخوف، شفت الرعب، وقلت أبصر يبني لينا دارنا ولا حتى لين ما بنوها يعني. شفت الدمار وشفت الحرب وشفت بعين الحرب كمان، والشهداء مقرطين على الأرض. رحنا أول شيء نزحنا على المدارس، بعدين رجعنا وتأجرنا منزل، لحتى الآن فيه، لحتى لما بنوين الدار، لحتى الآن لما جمرك من جنب الدار بتذكر الأحداث وبتذكر الإسعافات. طلع ما حد عوضنا عن البيت، لحتى الآن إنه سنة وما حد عوضنا عليه. نفس أول شيء الدار تنبنى، بعدين بعدين الكمبيوتر والبسكليت والأثاث يعني ترجعوه، الدار تنبنى تبقى زي أول. لحتى أنا بتذكر الأحداث وعمر ما تنسى من الذكريات، ونفسي تنبنى الدار حتى أنسى، وأنسى الأحداث اللي صارت وأنسى ذكريات.